الرامور تبع بزاف والسعر دروك يا خاوتنا مولا عد البوشي لا عد الباطوار، السعر راه عند الفلاح هو اللي راه يتحكم في السعر، يعني سعر راه خيالي عند الفلاح ديريكت راه يضرب بالك اكثر من نص بالنص، دروك راه يشري الفلوس ب 20,000 ونفترضوا حنا راه شرا الفلاح شرا 100 فلوس، 100 فلوس على سومة 20,000 راه تجيه 200,000، راه تجيه زوج ملاين وزيد لها كيما نقولوا حنا ماكلتها وخدامتها ومصاريف تاوعها، نقولوا حنا تزيد كاع زوج ملاين وخد اخرى، هاي 4 ملاين في 100 فلوس، 4 ملاين في 100 فلوس، الفلاح كي راه يوصل له يقعد الفلوس 50 مدة ويكبر يرجع جاجة تاع 2 كيلو ولا 2 كيلو ورطل، على سومة غير 40,000 راه يديرها 100,000، هو مسقام له ب 40,000، يعني راه دي 60,000 في الجاجة، 60,000 في الجاجة راه مبلغ خيالي.